لماذا زيدان كان متعمد في استفزاز قوى ثورة على الأرض يعني في كثير من تصريحاتها الإعلامية والصحفية؟ والله تبين من البداية طبعا الثوار بعد زيدان اختير كرئيس حكومة طبعا مش يعني مدعوم من الخارج. نعم، ربما دقائق الأخيرة قبل أن نخرج على إلى فاصل، ولكن كثير كان يعني يتحدث بأن زيدان حاول شرخ صف الثوار وأيضا اشترى الكثير منهم بالمال وحاول التفريق ما بينهم. طبعا هذا من عادة يعني لو تشرح لنا بتفصيل اكبر يعني كيف استطاع زيدان صف او يعني احداث انشقاق ما بين صفوف الثوار، وايضا كيف انه حاول يعني جر بعض الثوار اليه في صفه. طبعا هذا بالنسبه للصورة الثوار كلهم هذول بشر، كيف فمنهم من تغريه الماده ومنهم تغريه المنصب يعني يقيموا نعم الدوله. يعني هناك عده عوامل، انت تحدثت في اكثر من مره بان ربما اسباب التطاول على شرعيه المؤتمر الوطني والتهديدات التي تلقاها المؤتمر الوطني، مساله التحالف هذه كتاب القعقاع والصواعق مع قوات حفتر او محاولتها لتبني هذه العمليه، لكن هذه النقطه المتعلقه بالخدمات هل كان جزء من المدبر او المخطط التي كنت تتحدث عنه هو مساله يعني محاوله يعني تدني الخدمات في طرابلس حتى يستاء الليبيون من الثوره؟ طبعا هذه هي نفس الفصل من فصول المؤامره. طبعا هذه الفصل الاخير بعد ان حاول الانقلاب كان بالنسبه للبرنامج اللي تحدث في ليبيا. طبعا هل يعني بقايا النظام السابق كانت ما زالت تتمترس داخل هذه الاجهزه التنفيذيه في الدوله؟ كانت ما زالت لديها سلطه تنفيذيه في هذه الاجهزه؟ طبعا احنا بعد القرار اسمه قرار قانون العزل السياسي اللي صدر في المؤتمر، وهم طبعا مالية ربما حققت اهدافها ام لا في طرابلس، وفي ذات الوقت يعني كيف تقيمون الاداء السياسي لبعض الشخصيات المحسوبه او القريبه عن هذه العمليه في محاوله اعاده رسم المسار السياسي في ليبيا؟ بالنسبة للوضع الآن يعني قاعدة العملية قاعدة في مستمرة. طبعا العملية أساسها هي اللي هي تطهير البلاد من ما تبقى من الفلول ومن تحالف معهم الآن، وأنا نقول لهم بصراحة من تحالف مع أعدائنا في السابق الآن أصبح هو نسف. شكرا جزيلا صلاح بادي القيدي في قوات فجر ليبيا على تقبلك الحضور معنا اليوم في لقاء خاص، ونتمنى أن نلتقي في لقاءات أخرى. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الحلقة من لقاء خاص، دمتم بخير.